وما هذا إلا استكمال لجهود سابقة. وكذلك التحية للأخ المحافظ السابق لبنك السودان وأراه بيننا الآن، والشكر للإخوة في وزارة المعادن والإخوة في بنك السودان، الأخ المحافظ الرجل الهادئ الوقور الأخ الدكتور محمد خير الزبير، والأخ الشاب المتحمس كمال عبد اللطيف. فبين هذا وذاك خرجت هذه المصفاة. الحديث قد قيل بين حديث الأخ محافظ بنك السودان والأخ وزير المعادن، ليس هناك من جديد أقوله في هذا المقام إلا العبرة والاعتبار، ونأخذ العبرة من القرآن الكريم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي تتجدد، ويقول الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، والوعد مستمر بموارد أخرى. وأن الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم التنزيل أيضا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وأنتم تدرون كيف هو الغيث في هذا الخريف الطيب الناعم في كل أنحاء السودان. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. نحن طبعا دلت على الليلة موجود الحمد لله، لكن غدا لسه، ولسه تاني ده جدار الأول يا أخ كمال، في جدر أخرى حنحن إن شاء الله يعني تحتها برضو في كنوز. والمفسرين قالوا إنه الجدار بتاع اليتيمين هذا الكنز اللي تحته كان ألواح من الذهب حقيقة، وفيها آيات: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي جهة أخرى: أنتم تدرون أننا محرومون لظروف سياسية من أن نأخذ القروض الميسرة. وتتكرر ذات المشاهد: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض. أنتم شايفين المطر نازل، وشايفين خزائن الأرض هسه بتتفتح شوية شوية، حبة حبة، وده جزء. ولكن المنافقين لا يفقهون. وفي الختام، ختام الآيات اللي بنأخذ منها العبرة: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذا نحن المطلوب مننا الشكر، شكر هذه النعمة. لقد كنا ننتظر هذا اليوم بضعة أشهر أن يتم افتتاح هذه المصفاة التي تؤكد وتدلل على أن السودان كما جاء في كتب التاريخ هو أرض الذهب. وهذا قيض من فيض بإذن الله سبحانه وتعالى. العبرة الأخرى أننا عندما لاح شبح انفصال دولة الجنوب وفقدان البترول، كنا قد تقدمنا للسيد رئيس الجمهورية ببرنامج قد أجازه، هو البرنامج الثلاثي، ووجه باستكمال هذا البرنامج. وهذا هو العام الأول للبرنامج الثلاثي، وهذا هو شهر سبتمبر من السنة الأولى للبرنامج الثلاثي، تفتتح مصفاة للذهب. وفي نفس هذا العام يفتتح مصنع للسكر في النيل الأبيض. وفي نفس هذا العام تفتتح مراحل متعددة من تعلية خزان الروسيرس، ويسير العمل بصورة طيبة
في خزاني على عبرة وسيتيت. هذه إخوانا محطات رئيسية ومعالم رئيسية في البرنامج الثلاثي الذي بإذن الله سبحانه وتعالى عندما يكتمل في العام الثالث تكون عندنا الفوائد. وبافتتاح المصفاة هذا شاهد للذين يكتبون عن تدهور الاقتصاد السوداني، وقد سمعتم كيف أن المحافظ قد ذكر الأرقام الحقيقية ولا ينبئك مثل خبير. 58 طن ذهب دي المشت، وحتى الشعراء قال رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن ليس عنده ذهب فإن الناس عنه قد ذهبوا. وحتى الفضة موجودة التي قال فيها الشاعر رأيت الناس مفضة إلى من عنده الفضة، ومن ليس عنده فضة فإن الناس عنه مفضة. فنحن نقول لأهل الاستثمار يا دكتور مصطفى أن أذهبوا إلى السودان وأقبلوا إلى السودان حيث الذهب وحيث الفضة، وقد رأيتم بأعينكم هذه المصفاة التي تقف شاهدا ودليل. والذهب يا أخواننا هو بضاعة، لكن هو أيضا عمر يا أخواننا، عنده صفتين، ودي من الأشياء الغريبة يعني، لأنه نحن امتحنا وابتلينا من الله سبحانه وتعالى بفقدان البترول، عشان كده لما جاب لنا ما جاب لنا بضاعة وبعد ذلك نبي جاب كده عملة طوالي كده عملة عشان الحكاية تبقى سريعة. ودي أخواننا هسه الآن اللي هي التي تسند الاقتصاد السوداني في قطاعه الخارجي، هي التي تؤدي إلى استقرار في سعر الصرف، هي التي توفر موارد النقد الأجنبي التي ذكرها الأخ المحافظ، هي التي تزيد من مستوى دخل الفرد للإحصاءات الضخمة للشباب من أهل السودان الذين ينتشروا في كل بقاع السودان ينقبون عن هذا الذهب، هي التي تزيد الناتج الإجمالي المحلي للبلد بزيادة هذه الإنتاج. هذه المصفاة تزيد القيمة المضافة، ويمكن معظم الناس شاهدوا كيف أن هذا هو الشكل النهائي، هذا هو الشكل المصفى بهذا الذهب بهذه الأيدي السودانية. نحن إخواننا في وزارة المعادن جزاهم الله خير يقومون على الإشراف على الإنتاج، وإخواننا في البنك المركزي يقومون على الإشراف على عملية الشراء والتسويق والحصول على الحصيلة. أما نحن في وزارة المالية تعرفين القصة مش كده؟ عشان كده جابوني في النهاية يعني. لأن نحن مش الحصيلة النهائية يا إخوانا تصب عند وزارة المالية، وهذا ما يطمئن الشعب السوداني، وهذا ما دعانا إلى أن نقف هذه الوقفة لنطمئن أهل السودان ونبشرهم باسم البشير أن الاقتصاد السوداني يتعافى كل يوم ويزداد عافية وصحة كل يوم بإذن الله سبحانه وتعالى، طالما أنه تنشأ فيه مثل هذه المنشآت. يا إخواننا هل ممكن نحن بدون ما نكون متأكدين أنه في احتياطيات على الذهب نجي نعمل مصفى؟ دي دليل يعني إحنا لما بقت 58 طن بقت الحكاية استحقت أن الناس يعملوا مصفى. فأنا حقيقة في هذا المقام أجد نفسي مسرور جدا، وأنقل هذا السرور باسم الأخ الرئيس لكل الشعب السوداني داخل السودان وحتى خارج السودان، ويمتد هذا السرور لإخواننا المستثمرين الذين يتعاملون معنا في مجال الذهب في التعدين الرسمي بواسطة الدولة أو التعدين التقليدي بواسطة المواطنين. نحن في وزارة المالية نشجع هذا تماما، ونرصد ما يكفي من ميزانيات إن شاء الله لوزارة المعادن، وقد رصدنا بحمد الله مبالغ مقدرة تكفي لنشاط الوزارة في كل المجالات، وكذلك لإخواننا في بنك السودان. أنا والله سألت واحد من إخواننا في بنك السودان، قلت له يا أخي أنا في عبارة مكتوبة هنا في القروش، أنا ما أعرف يبدو أنه ما عندي قروش، قلت له يا أخي أنتوا كاتبين SDG، الـ SD عرفناه ده السودان، الجي دي شنو؟ قال لي جولد.
وقدامنا الصابر لما عملوا الطبعة دي وغيروا الحكاية دي قدامك ما في بوت كان، لكن يبدو ان عندهم خبر بالقصة دي. فحتى يا اخوان البروج بتاعتنا تحمل هذه الرمزية، ودي غلطة يا اخوان، الناس كلهم ما بيعرفوها. انا داجي وزير المالية ما كنت عارفها، اضطريت اسأل الناس بالكستان قلت يا اخوان القصة دي شنو؟ قاموا قال لي اس دي سودان جولد. فيبقى اصلا احنا كتبناه يا اخوان في العملة بتاعتنا بكل فئاتها يا اخوان. اللهم الا كان العملة المعدنية ما متأكد منها هاي. طبعا العملة المعدنية المحافظ قال حتطلع بهذا الذهب. اخي رئيس الجمهورية نحن سعداء حقيقة في هذا الصباح بهذا الحدث، ومتفائلين جدا بهذه المصفاة، ومتفائلون جدا بقطاع التعدين، ومتفائلون جدا بأن الاقتصاد السوداني متعافي ويزداد معافاة ويزداد إن شاء الله تطور، وإن شاء الله إقبال الفوائد من النقد الأجنبي. وهم الذين يقولون لا تنفقوا، ذي الأخوان قاعدين من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ده كان الإنفاق والمال وكذا، ولغاية الآن هم قاعدين لا تنفقوا. يبقى نحن ما محتاجين الإنفاق، بحمد الله سبحانه وتعالى السودان ده من سنة 84 ما تلقى أي قروض خارجية ولا أي دعم خارجي، وماشي والحكاية مصطلحة يا جماعة. ولذلك نحن سعيدين حقيقة بهذا الحدث وبهذه المناسبة، ونقدمها باسم السيد رئيس الجمهورية هدية للشعب السوداني، ونقدمها باسم السيد رئيس الجمهورية هدية لكل الإخوة الاقتصاديين، ونفتح بها الباب للاستثمار في السودان بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أزيد على هذا، أشكر الإخوة في وزارة المعادن لما قاموا به من جهد مضني. يعني هذا المكان ما كان يتصور أحد يعني إذا جاء في بداية عهد إنشاء هذه المصفاة، وكذلك إخواننا في البنك المركزي الأخ المحافظ ونائب المحافظ ومساعديهم ومعاونين بذلوا جهد إخواننا مقدر جدا حتى جعلوا هذا المكان مكانا جميلا، يعني في ظاهره وباطنه فيه الرحمة وفيه المال وفيه المعادن النفيسة. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي ذاك اللحظات ندعو السيد